ميرا مناعي، اهلا وسهلا بيك، ونقول لك بسلامه يا اشويق. انا باش نعلقوا عليك توا، باش نجموا نسمعوا مدام اميره بالبدا. مدام اميره مناعي هي مديره تطوير البرامج بالجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اس او اس. اهلا وسهلا بيك مدام اميره. مرحبا يا عسلامه، مرحبا بكم. سمعت كلام الحب؟ سمعت كلام الحب، شبعت حب الليله صح علي. مستانسه بيه الكلام هذا؟ الحمد لله، الحمد لله مستانسه بيه. برشا محبه في اسواس، برشا محبه، وهي السر نتاع العمل نتاعنا والسر نتاع الخدمه نتاعنا اللي تخلينا نطور من رواحنا ونعاونوا صغيراتنا باش يكبروا ويقدموا ويكونوا ناس كيما يحبوا هما وكيما لازمهم يكون. واضح. فما علاقة خاصة مع أشويق، وإلا هي كأي طفل من أطفال إس أو إس؟ علاقة خاصة، علاقة محبة كيما أي إنسان يكون موجود في مجتمع صغير ولا في عائلة صغيرة هكا. تكبر المحبة هذيك والعلاقة هذيك. أشواق كما بنية من البنات نتاعي اللي موجودين في القرية، كما الأولاد هذا كيف كيف. بحكم تواجدي في القرية وبحكم اللي مدير القرية يعيش في القرية وموجود، دونك كنا نتعايشوا في كل الأوقات في كل الظروف وديما مع بعضنا. دونك تبنيت علاقة الثقة وتبنيت علاقة المحبة هذيك ومتواصلة إن شاء الله، خاطر هي معناها الحاجه الباهيه نتاعها اللي هي فما الديمومه في الحياه، معناها مش مربوطه، مش خدمه مربوطه بخدمه وتمشي على روحك. لا، هذايا كيما قلت لك انسان يعيش مع عائله، يعيش مع وليداته، يعيش مع اخواته اللي هما امهات ولا الفريق اللي موجودين، وهذا يخلينا متلاحمين ويخلي العلاقه تكمل وتتواصل. أشواق تحطت على نقطه فاصله في حياتها في سن المراهقه، كانت عندها عديد الأسئلة اللي قالت إنها ما كانتش توصلني لحتى شيء، دخلت بعضي قالت هكاية، وفي لحظة ما أنت كنت موجودة وحكيت معها سمعتها، خرجت من العزلة النفسية اللي كانت فيها، تكلمت وخاصة كتبت الأهداف متاعها في 15 ورقة، كتبت وحددت الحاجات الإيجابية والسلبية وقدمت في حياتها. هل هي المراهقة أصعب مرحلة يعيشها الطفل اللي يعيش في قرية إس أو إس؟ شنو هي أهم أو أدق المراحل اللي يعيشوها الأطفال في قرية إس أو إس؟ جيت نرجع بك شوية لي شوية على اللي كنت تقول فيه سيادتك. بالنسبة للأشواق والعمل اللي صار مع أشواق، أنا العمل اللي خدمته معها بحكم أنا أخصائية نفسية كما قلت أنت، وحتى تواجدي كمديرة ما خلانيش ننسى الكاسكيت اللي أنا أخصائية نفسية. ما في أسواق فما فريق عمل متكامل اللي هو متكون من مربين، متكون من أمهات، متكون من أخصائيين اجتماعيين، أخصائيين نفسيين، إداريين اللي موجودين غاديكا، عمل زادة كيف كيف، وهذم كلهم كل واحد بالتدخل متاعه وبطريقته وبالأدوات اللي عنده ينجم يعاون أي صغير. وهذا اللي صار معناها أنا حلقة من الحلقات، الأخصائي النفسي مش أنا بالذات، حلقة من الحلقات في أنه نعاونه صغير. المراحل اللي يتعدى بهم صغير في أسواس، مرحلة القبول اللي هي المرحلة الأولانية اللي صغير فيها يجي للعالم الجديد اللي باش يعيش فيه، وحسب عمر الصغير يختلف التأقلم نتاعه في قرى أطفال أسواق. توا أشواق مثلا في تجربتها، سمحني قطعتك، كان تسمح أشواق في تجربتها جيت عمرها عام ونص تقريبا، يعني ممكن أسهل بالنسبة لها هي القبول. أسهل بالنسبة لها هي القبول، وذلك علاش قرى أطفال أسواق احنا نحاولوا ناخذوا الصغيرات معنا شرط من شروط القبول اللي هو بين 0 و6 سنوات. خاطر في المرحلة هذيك فما مرحلة أدابتاسيون أسهل بياسر بعد 6 سنوات. هذا اللي قاعد المرحلة هذيك اللي لازمنا نخدموا عليها، وتلقى فريق كامل متجند باش الصغير يتحط في ظروف باهية، الأم تكون حاضرة نفسانيا وحاضرة باش تستقبل صغير جديد، الأطفال اللي موجودين في الدار وفي العائلة يكونوا حاضرين زادة كيف كيف، كل الظروف لازمها تتوفر باش الصغير يلقى الأريحية نتاعو ويندمج بطريقة سلسة وبطريقة سريعة. طبعا إذا كان فما عائلة طبيعية، عائلة طبيعية هي شريك في العمل، على خاطر احنا العمل نتاعنا متواصل
ناخده صغير صحيح مثله وبيهم قدم معه، ما هو زادة نخدمه على إعادة الإدماج في العائلة الطبيعية إذا كان الظروف تسمح، إذا كان الخطر اللي كان موجود اللي كان فما خطر في العائلة الطبيعية ما عادش موجود. احنا يعني في المصطلحات المستعملة فما فيما يهم قرى أسويس فما العائلة الطبيعية وفما عائلة أسويس. باش نجم نتبعك شوية، هو كان تسمح نجم نحل قوس صغير فقط ذكرني قرى الأطفال أسويس شنو ما هما بالضبط ودورهم وأهم أهم المراحل اللي تعدى بها الصغير. بديت أنت دجا عرفت القرى أطفال أسويس بديت وكل شيء. احنا توا عنا 4 قرى لأطفال أسويس اللي موجودين في جمرت وسيدينا ومحرس وأكودة، والخدمات نتاعنا تكون عن طريق الإيواء العائلي اللي هو صغيرات في وسط المنازل العائلية اللي موجودة في وسط القرى ولا خارج القرى، اللي هي تجربة جديدة بدينا فيها الحمد لله ناجحة وعاونتنا اللي احنا نحيو شوية الوصل الاجتماعي. ثاني حاجة اللي هو برنامج دعم الأسرة اللي هو برنامج كبير نعاون صغير وهو في وسط عائلته الطبيعية باش نحيو التوسكي، معناها باش نحاولوا نقلصوا خطورة ولا خطورة الفقدان ولا نسبة انه يفقد عائلته ولا العائلة اللي كتتخلى على الصغير. توا عنا الحمد لله عنا 5 برامج، 6 هما معنا واحد أنكو، 6 برامج لدعم الأسرة. وصغير في المراحل هذوما الكل يتعدى من مرحلة المنزل العائلي اللي هو يعيش مع أم أسويس وصغيرات اللي هما أخوات اللي أم أسويس وأخوة أسويس وعائلة أسويس، بعد في مرحلة معينة يتعدى المبيت الشباب ولا مبيت الشابات اللي صغير يعمل على روحه أكثر ويكون مرافق من عن طريق مربي بالنسبة للأولاد ومربي بالنسبة للفتيات. والمرحلة اللي بعد اللي هي مرحلة الإدماج في بعد 18 سنة اللي الشباب واللي يعيشوا في هكا منزل صغير مع بعضهم، وإلا يعيش في فوي وإلا يعيش في عائلة استقبال ولا مع بعد 18 سنة باش يولي عامل على روحه أكثر ويواصل مشروع الإدماج نتاعه اللي هو العمل وإلا التكوين وإلا المشروع اللي هو بيه وقاعد يقدم فيه بشوية بشوية إلى مرحلة نهاية التعهد اللي هي في أغلب الحالات تصير في 24 سنة. ما فما ديجان مازالوا معناها حسب الريتم نتاعهم وحسب القراية نتاعهم يكملوا بعد 24 سنة ويخرجوا من التعهد. ولا هذو ما هم المراحل اللي موجودين في قرى أطفال أسويس. توا أسويس تعتني 3500 طفل وشاب في البرنامج الإيواء العائلي وبرنامج دعم الأسرة، وإن شاء الله هناوين اللي احنا باش نوصلوا للعدد أكثر باش نجموا نعاونوا أكثر صغيرات اللي هما في حاجة لينا وفي حاجة للرعاية والحماية. على كل هم الأطفال فاقدي السند اللي عندهم اللي يعيشوا صعوبات. باهي نرجع هنا للمرحلة الدقيقة في هالمسار اللي انت كنت عدته مدام أميرة، ذكر مدام أميرة مناع هي ضيفتي، هي مديرة تطوير البرامج بجمعية تونسية لقرى الأطفال SOS، وحديتنا الليلة في الدنيا حكايات حكايات قرية SOS. يظهر لي كل طفل وحكايته، كل معناه فماش فما حتى طفل يشبه للآخر، لا في تركيبته لا في تجربته لا كيفاش باش يتلاقى بالمجتمع. كل طفل وحده هكا تتعاطوا معاه وتتعاملوا معاه وحده. اي صحيح صحيح، كل طفل يدخل القرى أسويس بيان سور فما التقييم الاولي اللي هو نقيمه الحالة نتاعو النفسية والاجتماعية والحالة الصحية وكل الجوانب اللي تتعلق به باش نشوفوا بعد على شنو باش نخدموا. والتقييم الأولي هذاك يخلينا كل عام نراجعوه ونقدموا بشوية بشوية في الحاجات اللي يستحقهم الكل. هذا شنو نعملوا كفريق معنا. إذا نرجع بيك للنقطة اللي احنا وقفنا فيها، قلنا إنه من أدق المراحل اللي يعيشها الطفل المرحلة الأولى هي مرحلة القبول، إنه يقبل إنه يعيش في عائلة SOS
هذيك تاخذ برشا وقت المسألة انه يتكيف مع العائلة الجديدة. هي حسب عمره وحسب الظروف اللي يتحط فيها في أسواس اللي هي مهيئة وكما قلت لك فما تحضير ما تاخذش برشا العملية معناها ما تاخذش ياسر وقت معناها هي عملية اللي باش يبدا فيها في المحيط نتاعو جديد وينمي المهارات نتاعو ويقدم بشوية بشوية وهذا هي كما قلت لك عمل فريق كامل ومتكامل كل واحد من الجانب نتاعو شنو ينجم يقدم بشيء صغير هذاك يكون في ظروف باهيه ويتعدى المرحله هذه هي المرحله دقيق سختو اذا كان عمره كبير شويه اذا كان جانا كبير شويه وعاش ديجا مع العائله الطبيعيه نتاعو سختو الام وكانت عنده علاقه باهيه معهم لظروف معينه توجد في اسواس يتقلق اكثر يكون عنده قلق اكثر هذا من ناحيه ثم مرحله اخرى دقيقه اللي هي مرحله دقيقه وفيها تحديات اللي حكيت عليها اشواق اللي هي مرحله المراهقه مرحله المراهقه فما لا كريز ديدونتيتي واحد يولي الاسئله نتاعها مشروعين معناها ماهمش اسئله مربوطين كان بطفل اس او اس يظهروا اكثر عن طفل اس او اس ولا عن شاب اس او اس علاش يظهروا أكثر على خاطر العائلة اللي عايش فيها ما هيش عائلته مش عائلته الطبيعية مش هي أمه وبوه وعليش خليهم كيفاش وشكون بابا وشنو هذا كل احنا لو هذا كل نحاول نخدم عليه من اللي هو صغير إذا كان نوصل لمرحلة المراهقة بالأسئلة هذوما زادة كيف لازم يلقى التأثير النفسي وتأثير سمحني التأثير الاجتماعي اللي نجموا يعاونوه باش يتخطى المرحلة هذية وبها منش وحدنا هذا يكون من توعية كبيرة اللي نعملوها للمجتمع خاصة في المدارس وفي المعاهد وفي المدارس الإعدادية المدارس الإبتدائية والإعدادية اللي هما يقبلوا صغارنا فما مربين يتبعوا اللي هما موجودين ديما على عين المكان فما أمهات تمشي زادة للمدارس وتمشي للمعاهد باش تعرف بروحها باش توري اللي صغير هذاك عنده عائلة وراه شكون اللي هو موجود وصغير بالطبيعة نحاولوا من الجوانب اللي قالت عليهم زادة أشواق نرجع لها الجوانب اللي نخدموا عليهم اللي هي الصحة النفسية على خاطر إذا كان ما نقويوش الصحة النفسية وما نعاونوش الصغير باش يتخطى الأزمات اللي تعدى بهم الكل وباش يطور الذكاء العاطفي نتاعه والذكاء الاجتماعي نلقاو رواحنا في مشاكل بعد اللي حكيت عليهم أشواق في مرحلة نهاية التعهد ولا مرحلة الإدماج يعني في حسب ما فهمت من كلامك وقت اللي يحتك الصغير بأطفال أخرين اللي هما في المدرسة وإلا في الليسي ممكن يسمع كلام أو يسمع تعليق اللي تخليه يطرح أسئلة وتلقاه تنقص من قبوله لعائلته وإلا الوضع اللي هو لقى فيه نفسه اي وكيما لي براتيك اللي احنا راهم حتى في الليسيات وفي المعاهد ولا في المدارس نص ورقه وش بيبوك شكون بوك هذا وشكون امك وشنو يخدموا وتوسا تلقى صغار اسوي ساعات يبدو في قسم واحد كاتبين كلهم نفس اسم المدير ولا نفس اسم الام وما يفهمش الاستاذ معناها ساعات يحرجهم بسؤال شبي انت لقبك هكا وهذا كيفاش انتم اخوات وما عندكمش نفس اللقب بتاع البول اللي موجود معناها هذوما هما الحاجات اللي نجموا يخلقوا شويه يخلقوا برشا شويه حساسيه ما يصيرش تأثير للمربين اللي باش يستقبلوا الاطفال هذا دورنا احنا هذا دورنا احنا اللي كيما قاعد نقول كيما قالت شوي قبل الكلام اللي قلت فيه احنا انطلقنا من تجربتها راهو باش نحكيو على مساله عام بالضبط صحيح ومستمد من الواقع احنا توا تبدلت معناها بشويه بشويه بدينا نفهموا اكثر احنا الحملات التواصل اللي قاعدين نعملوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي ولا في الاذاعات مشكورين زاد كيف تحلوا لنا برشا بيبان ولا في تلافت قاعدين نعرفوا شنو طفل اسواس نعرفوا شنو الخدمات نتاعنا رانا عائله كيما العائلات الكل رانا احنا نكبروا في اطفال كيما اي عائله تكبر في صغيرها وباش يقدم راهو مش معناها ما عندوش اسم
كيما اسم الاخر معناها هذاك مش خوه ولا مش بوه ولا فهمت انا نقلق في نبدل شويه في المايند معناها في طريقه التفكير وطريقه التعاطي مع المواضيع هذه. إذن المرحلة الدقيقة حسب تقديركم أنتم كمؤطرين وكمختصين نفسانيين في قرى SOS مرحلة التحديات هكا سميتها مرحلة المراهقة، إذا كان تجاوزها هل يشتد عوده الطفل؟ كان نجز كفترة المراهقة وقبل روحه وقوي ما عادش تخافوا عليه؟ فترة القبول اللي هي تعاونوا على الاندماج في العائلة في المحيط الجديد نتاعه، فترة المراهقة اللي بشي قوي بها العود نتاعه ويقف على ساقيه ويقف يقبل لذاته كان نتاعه SOS، ومن بعد فترة الخروج للمجتمع هذا كيف كيف وقت اللي بشي يخدم وقت اللي بشي يكون موجود في الفاكولتي وقت اللي بشي يمشي يقدم على خدمة وعلى واحد هذا كيف كيف المرحلة هذيك مهمة برشا يكون فيها قوي وعنده المستعدات الكل وعنده المهارات اللي هو باش يقدم ويكون. انتم تسميوها الادماج الفعلي في المجتمع ونهايه التعهد. نهايه التعهد لكن ما توفيش العلاقه مع العائله. لا طبعا ما توفيش العلاقه مع العائله. يعني مش باب وتسكر. لا هو في كل المراحل نتاع الصغيره هذيك اللي موجود الام SOS جاوا المربين اللي موجودين ديما يقعدوا يتبعوا عمي فلان امي فلتان هذا هو معناها تتخلق وبعد فتره التعاهد الصغيرات كما قلت لك اشواق عنا اللي عرسوا في قرى اطفال SOS عنا اللي جاوا خطبوهم من القريه زاد كيف كيف المدير نتاع القريه ساعات يمثل بو والمربي ساعات يمثل بو يبدو موجودين معناها في واقفين لا تصغير هذاك ولا واقفين للشاب ولا للشابه باش يقف على ساقي يرجع الشاب بعد لعائلته فما صغار توا يعيشوا مع امهاتهم شباب يعيشوا مع امهاتهم SOS هي ام خرجت مثلا عن ام في جمرت ونحب نذكرها بالاسم السيده صفيه خرجت من SOS كريت دار وعاودت خرجت بتريس وعاودت لمت صغارها اللي هما شباب وكبروا فيهم اللي عرسوا توا تربي في ولادها موجودين في وسط الدار هذيك التفكير هما امهات يعني هما امهات يتقضوا اجر من المؤسسه يعني من SOS من قريه الاطفال SOS والام هذه حتى وكي خرجت تقاعد ما نجموش نتقاعدوا من الأمم لا نتقاعدوا جوستمون هذا هو اللي قلت لك هو شعور ورابط متواصل معناها لا يربطوا خدمه لا تربطوا شهريه لا يربطوا حتى شيء ومش هي مثال على امهات اخرين فما برشا امهات اللي التوا حتى صغارهم كبروا وخرجوا ويخدموا التوا قاعدين يتبعوا فيهم والتوا قاعدين يعاونوا فيهم ويساندوا فيهم وموجودين معهم. احنا عندنا مثلا التجربه نتاع شاب كيف كيف توا تخرج وعامل تربيه رياضيه زاد كيف كيف كان في عمر معين وفي الاعدادي كان يجيب في 5 و6 معدل معناه وكان يراس الدنيا تحلق قدامه وعندي وين نوصل. اما مربي اللي توا موجود معنا وهو مدير وطني توا موجود الجمعيه وهذا فخر كبير لينا خدمه معه رافقه مرافقه تربويه مرافقه نفسيه مرافقه الخو مرافقه البو رافقه بالبدا بالبدا تبارك الله توا ما شاء الله تخرج وقاعد يخدم ويتوا حتى كان ساتفت ويجي يحكي على التجربه نتاعه تجربه ثريه برشا توريك اللي العمل الكبير اللي قاعده تقوم به قراءة في الاسود وقت اللي واحد يعطي من قلبه يعطي من وقته يعطي من جهده يكون مقتنع بهذا الكل يخرج من القلب معناها يعني ما يكونش عمل ولا شهر مش عمل فقط بالضبط. قلت لي انه المرحله الاخيره هي مرحله الاندماج مع المجتمع ونهاية التعهد تحضروا لها تحضير نفسي تحضير زادة تحضير المهارات يعني يزمو يلقى خدمة يزمو يفرض نفسه في المجتمع والاندماج يكون بالأساس اندماج اقتصادي أولا. مدام أميرة طبعا سمحني تقص الصوت مرحلة الإدماج الفعلي في المجتمع ومرحلة نهاية التعهد لازم يكون ثم تحضير من قبل تحضير هذا يكون عن طريق
التطوير المهارات اللي هي تطور من اللي هو صغير حتى ايش اللي يوصل بعد 18 سنة وحتى اللي يوصل 24 سنة مرحلة اللي هو يخوض تجارب موجودة في وسط القرية ولا في وسط الدار انه يحط المشروع متاعه وهو يكون شريك فيه. أنا نحب نعمل هكاها وشنو لازمك وشنو لازمك وشنو لازمك هذا وشنو قادر عليهم هاي القرية باش باش نجم تعاونك كيف كيف. هون نحب ننوه على خطر الفترة هذية اللي فيها الإدماج فما برشا منحين نسوا برشا ناس ممنين اللي قاعدين نخدموا فيه وممنين اللي كل صغير ينجم يكون عنده القدرة اللي هو ينجح وقاعدين يعاونوا فينا برشا. المنحين هذوما قاعدين يعاونوا باش يطوروا المهارات متاعها أطفالنا قاعدين زادة كيف كيف يعاونوا باش يطوروا الموارد بتاع الجمعية وناس طيبة معناها تعطي من القلب وتعطي من غير حساب وتدعم في قرى أطفال أساسا. هوني رانا ما نشو حدنا فما مجتمع اللي هو مجتمع واعي برشا يعني المجتمع اللي ساعات نتشكيو منه ونقولوا قاسي ونعانيو منه من الوصم هو نفسه المجتمع هذايا هو اللي يعاون. طبعا طبعا كل واحد ونظرته ساعات برشا برشا قضايا هما نجم انا نقبل طفل اسواس ما نقبلش قضيه اخرى معناها برشا قضايا اما اكثر المجتمع معناها نسبه قليله اللي فيها يقلقونا بستيغماتيزاسيون يقلقوا صغارنا اما النسبه الاخرى ما شاء الله معناها هذا فخر لينا معناها مش وحدنا هو عمل مجتمعي في بالتياز يعني عمل مجتمعي اللي تضافر فيه الجهود لكل الناس اللي تخدم في وسط قرى أسواس والناس اللي برا اللي هي منا اللي قاعدين نعمل فيه. هل في فما من الأطفال اللي رجعوا لعائلتهم الطبيعية؟ طبعا 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 العمل اللي قاعدين نقوموا به هو عمل انه نحاول نعاودوا ندمجوا الصغير في عائلته الطبيعيه وفما برشا اطفال رجعوا لعائلتهم الطبيعيه وهذه سياسه ماهيش سياستنا احنا بركة اساس هي سياسه الدوله هي سياسه وزاره الاشراف نتاعنا كيف كيف وزاره المراه والطفوله وكبار السن اللي هي قاعده التعاون باش العائله الطبيعيه يكون عندها القدرات الكل باش تقبل صغيرها. العائلة الطبيعية يكون عندها القدرات الكل باش تربي صغيرها على خاطر العائلة الطبيعية نحبه ولا نكره هي المحيط الآمن والأول اللي لازم يتربى فيه صغير. مدام أميرة تشرفت معرفتك انت زادة شكرا لقبولك الدعوة. نعرف انه معناها تعسفنا عليك شوية ولكن أسعدنا اللقاء معك وأسعدنا لقاء زادة مع أشواق اللي تجربتها كانت تجربة مضيئة بالفعل ومشرقة.